وهيك يا شباب حصلنا على هذا السكن الاسطوري وراح ندوس فتح. والله يا شباب سكن اسطوري، راح ادوس تزويد سريع. شوفوا يا شباب، المهم يا شباب وهيك حصلنا على هذا الصندوق الازرق. والله يا شباب طريقه سهله، بس راح تلعب بالسكنات اللي يعطوك اليوم، يعني سكن المدرسه، وراح تدخل للبريد او يعني الرسائل، وراح تضغط على فتح. اوكي يا شباب، بعد ما دخلنا للبريد وضغطنا على الحصول على المكعب وحصلنا عليه، الان راح نروح ونستبدله في مكان تبع استبدال توكنز المدرسه. اوكي يا شباب، هون حصلنا على سكين. والله سكين اسطوري يا شباب، شوفوا يا شباب والله سكين اسطوري. راح ندوس تزويد سريع، وهذا يا شباب هو السكين، والله مره اسطوري كثير كثير يا شباب. شوفوا يا شباب، يعني حتى الحداء والسكين كامل، يعني لو كان في الدايموند رويال على اقل شيء راح تخسر تقريبا 2000 جوهر عشان تجيبه. شوفوا يا شباب، والله يعني سكين خرافي وسكين اسطوري ومجانا. والله شكرا كثير لشركة قرينا على مثل هذه الهدايا للسيرفر تبع الشرق الاوسط. يعني انا اول مرة نزل السيرفر تبع الشرق الاوسط دخلت عليه، حتى اصدقائي كلهم يعني بغوا في الاوروبي كانوا خايفين من الاسعار وهيك. المهم يا شباب شكرا كثير كثير للمطورين تبع شركة قرينا تبع سيرفر مينا. والله يا شباب سيرفر اسطوري وهدايا اسطورية، وحتى الاسعار يا شباب يعني طلعت اسعار عادية مثل السيرفر الاوروبي وهيك. يعني طبعا مو مثل السيرفر التايواني، لانه تايوان اصلا هذا بلد تأسيس اللعبة، يعني هذا شيء عادي يا شباب، بس يعني الهدايا اسطورية. اوكي راح اخلي شوفوا يا شباب، لو اعطيت له هذا تبع الخوذه ليفل 1 اصفر وهيك، يعني راح يكون اسطوري. والله شكرا شكرا كثير يا شباب، وان شاء الله راح ينزل فيديو قريب عن لقطات جلد يا شباب. المهم يا شباب لا تنسوا تحطوا لايك للفيديو، لو مو مشترك اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد.